اعتقد زمان يا رضوى اه البلاستيك ده ما كناش نعرفه، حتى لا الكوبايات زمان كانت للكرتون. ايوه بالظبط. هو كمان زاد قوي مع اعتمادنا على المنتجات اللي هي سريعه الاستخدام او اللي صحيح بنستخدمها مره واحده، مثلا بالظبط. زي فعلا الكوبايات والشوك والحاجات دي كلها. فالحقيقه يا جيسي احنا محتاجين نغير الفكر ده بشكل كبير. يعني كلنا كمان كنا فاكرين الشنط القماش اللي اكيد جداتنا وامهاتنا زمان، كان فعلا ايوه زمان برافو كانوا عليكي بيستخدموها. ايوه صحيح. بالظبط. اه وكانت بتستخدم في كل حاجه، وبيشتروا فيها الخضار والفاكهه وتلاقيهم بياخدوها معاهم، يعني في كل مشاورهم هي الشنطه دي جزء كده لا يتجزأ من يعني المشوار، او صحيح. طالما انت هيضطروا عارفه كمان ينزلوا دلوقتي في يشتروا. جمعيات اهليه كتير، واحنا كنا كان لينا الحظ ان احنا الحقيقه استضفنا اكتر من حد منهم، بيروجوا لاستخدام صح الحاجات الورق، يعني بدل بالظبط. البلاستيك نحط لاولادنا الصبح السندوتشات في الورق اللي هو البني ده، اللي هو كمان بيبقى تم اعاده تدويره، يعني مش بالظبط. بيبقى مصنع خصيصا لكده ولكن بيتم اعاده تدويره، فمنها بالظبط احنا بنعمل اعاده تدوير، ومنها كمان ان احنا بنحافظ على البيئه. طبعا. وعلى فكره يعني عندنا حاجات كتير، الازاز البلاستيك مثلا في شركات متخصصه صح بتقدر ان هي تاخدها وتعيد تدويرها مره تانية. ويعني كمان الحقيقه انه دي بتبقى فرصه لينا ان احنا نتعامل مع الشركات دي وندور عليها ونعرفها، لان بتعيد استخدام او تدوير البلاستيك بطريقه صحيه. عندنا كمان يعني حاجات كتيره قوي، احنا داخلين على الصيف كمان يا جيسي، وده وقت المصايف، والناس بقى وهي على الشواطئ بتبدا انها يعني بترمي كتير جدا من الاكياس البلاستيك للاسف في البحر، وده بيبقى غلط جدا على الكائنات البحريه، لانه الحاجات دي بتضرهم بشكل كبير، بتقعد يعني مئات السنين على ما بتتحلل. فيعني برضو احنا بنناشد يا جيسي من هنا انه يا جماعه لا، ما نعتمدش على البلاستيك وما صح نرميهوش، كمان لو استخدمناه ما نرميهوش الا في الباسكت. بالظبط. في مصر يا رضوى الاحتفال السنه دي بدأ تحت شعار معا نهزم التلوث البلاستيكي، هيستمر ده الشعار ده لمده اسبوع كامل الاحتفال بالمناسبه دي، ده بالاضافه طبعا الى استمرار عمل الدوله على حمله التحضر الاخضر. طبعا حضراتكم عارفين الحمله دي بدأتها وزاره البيئه في عام 2019 على ما اعتقد، وكانت طبعا تحت رعايه رئيس الجمهوريه، واللي بتتناول قضيه بيئيه كل فتره، وهيتم الاستمرار العمل على الحمله من خلال 100 مليون شجر. الحقيقه يعني احنا يعني في احتفالنا باليوم العالمي للبيئه عايزين كلنا نبقى عندنا وعي اكتر. ويمكن كان مؤتمر تغير المناخ الحقيقه السنه اللي فاتت يعني بيقدم لنا كتير من الحلول والبدائل، وادانا كلنا وعي ومعلومات عن الموضوعات الخاصه بالبيئه. فيعني مهم ان ده يبقى جزء من ثقافتنا اليوميه دي بالتاكيد، وكمان يكون من تعليمنا، يعني لو ربينا طبعا. اولادنا في المدرسه وفي الحضانه على كده من هم صغيرين، حاجه هيتعودوا عليها خلاص هتبقى جزء من حياتهم واستخدامهم اليومي، وجزء من يعني طريقه استهلاكهم حتى للحاجات اللي حواليهم. صح طبعا طبعا اكيد اكيد. ونشجع الناس، يعني ممكن ونشجع برضو الناس البقالين والسوبر ماركت وكده، يعني في الخارج على ما اعتقد يا رضوى لما تيجي تشتري حاجه يقول لك ايه، لو هتشتري تاخدي شنطه بلاستيك بتدفعي ثمنها، ايوه صح. فاللي هو الناس بقى عارفه اللي هو لا طب انا لا مش مش عايزه ادفع، هاخد. ايوه فبيبتدوا فعلا ياخدوا شنطتهم معاهم، بتبقى حاجه يعني ممكن تبقى قماش، ممكن تبقى مواد برضو بلاستيكيه بس تم اعاده اعاده تدويرها، تدويرها بالظبط فاللي هو ممكن الواحد يستخدمها اكتر من مره، فبالتالي بيقلل من استهلاك البلاستيك بشكل طبعا عام. طبعا طبعا اكيد اكيد. هي يعني حاجه مهمه وفرصه ان احنا اتكلمنا مع حضراتكم في الموضوع ده النهارده، طبعا في اليوم العالمي للبيئه اللي اكيد في عدد من يعني الاحتفالات اللي موجوده في مصر خاصه بالتوعيه وحملات التوعيه. فيعني ده كان اول خبر معانا.